أهلا بكم. رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعوات التي طالبت بوقف إطلاق النار في شمال سوريا، قائلا إن العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد ستستمر رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن. قال أردوغان إنه لن يتفاوض أبدا مع الأكراد، وإنه عازم على إنشاء منطقة آمنة على الحدود بين تركيا وسوريا. تأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي يستعد فيه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى التوجه إلى تركيا للتوسط من أجل وقف القتال. لعملية نبع السلام هدفان: الأول هو القضاء التام على الجماعات الإرهابية وقواعد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، والهدف الثاني هو عودة 3,650,000 من اللاجئين السوريين الذين كانوا ضيوفنا على مدار 8 أعوام إلى وطنهم بأمان.